السلام عليكم. ده الفيديو نبي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الحوت البيض والسردين خبيزات. خليكم معايا. عندي الليمونات، عندي الخل، عندي الملح، الكمون، الهريسة. صراحة هاد الحوت غنديرو بلا تحميرة بلا قصبر بلا ثومة، صراحة كيجي رائع في الشرميلة. خليكم معايا. غندير العطرية ديالي، ندير الخر سمحوا لي، ندير الكمون والملحة، وغندير الهريسة 8 معالق، وغندير الليمون تنعصرهم، والخل. خليكم معايا، انا كندير كلشي في البانيو. وزيدوا بارطاجيو وشجعوني نزيد نعطيكم اكثر، وخلي واحد اللايك ولا كومونتير زوينه، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل داك الجرس باش يوصلو كل جديد. وخليكم معايا، اي حاجه درتها نشاركها معكم. دابا راني كنعصر الليمون وغنشرملو، ونخلي واحد شويه، ما كملناش ربع ساعه هكاك، باش كتدخل داك الليمون فيها وداك الملح وداك الشيء العطريه، وعاد كنقليه ضروري. اي فيما كنجي ندير الحوت ضروري كنخلي واحد شويه، وعاد كنقلي باش كتدخل فيه شرموله. دابا راني غنشرملو مزيان معاكم، وخليكم معايا. دابا راني كنعصر الليمون، غندير جوج ليمونات، صراحه كيجي رائع وزوين. خليكم معايا، دابا راني كنعصر الليمونات. معلقة الهريسة على حسب على حسب الذوق، اللي ما كيعجبوش الحار لا يديروش، المهم حنا كنديرو الحار. خليكم معايا، دابا راني درت كلشي في البانيو، ودابا راني كنشرمل الحوت. صراحة داك البيض والاخر السردين ومخلط الحوت عندي، ماشي غير السردين بوحدو. وخليكم معايا، دابا راني كنشرملو مزيان بلا ثومه بلا قزبر بلا معدنوس بلا تحميره بلا حتى شي حاجه، غير هادشي وكيجي زوين. كتدخل داك الخل وداك الملحه وداك الليمون وداك الهريسه كتدخل فيه، والكمون، صراحه كيجي رائع، احسن بلا ما دير له لا قزبر لا معدنوس لا ثومه لا بزار لا حتى شي حاجه، كيجي زوين وكيجي فتي. مع الحوت الابيض ما كيجي ما كيصلحلوش الربيع وداك الشيء شرموله، على حساب كيصلح له غير هكا الليمون اكثر، هي الحوت باش تجيك زوين ديروا له الليمون، الليمون كيردو زوين كيجيبوا الحوت. دابا غنشرملو، نخلي واحد شويه في الثلاجه هكا يرقد، عاد نولي نقليه معاكم. وخليكم معايا، ما تشوفين دابا راني غنولي نشرمل عاوتاني تا السردين، نديرو خبيزات. وخليكم معايا، دابا انا شرملتو كامل، هانتوما كتشوفو كنشرملها معاكم. دابا نخليه شويه عاد نولي نقلي باش كتدخل تا شرموله فيه. من خليتوش دخلت فيه شرموله، دابا غندوز نقليه. دابا راه درت المقله، انا قليته وبالصحه والسلامه. وسمح لي بزاف اللي كتوحم، والى هنا ينتهي الفيديو ديالنا، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.